كل واحد انه يشيل فيستيديو وانه ما يشد. حلو ركز معي شوي. بعضهم يشيل فيستيديو حلو يشيل بدون احساس، يعني ترى الاحساس هذا شيء قوي، شيء مهم في الاستديو انك تشيل من احساس. حلو بعض المنشدين ممكن بعض المنشدين ما ودي اذكر اسمه، بعض المنشدين صوته يدير وهو يدير، عادي الحال انه صوته يدير وهو يدير، لكن ايش ترفيع. فبعضهم ينشد ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك، بعضهم ينشد يا عيال غير عن الصوت، فوق هذا صوته ما شاء الله تبارك الله، فوق هذا احساس، فوق هذا يشل من قلب، بعض ما استديو ما عنده سالفه. بعض الانشاد في منشدين كانوا في الشيرة الواحدة 61 مليون تبارك الله صوتها قبل كان اتوقع انه هو مستحيل الساحة، حلو طاح مستوى. في منشدين قبل كان طاح مستواهم الحين ما شاء الله تبارك الله، منشدين قويين. فالإحساس الواحد اللي يشيل على الاستديو ما عنده إحساس ولا عنده يعني كذا عليه شيء ما هو بناجح نهائيا، فاللي يشيل من إحساس. وبإذن الله راح يكون في بعد شهر بالضبط راح يكون في عمل راح أنزل لكم في قناتي، عاد تشوفون عادل تشوفون عادل العمل إذا ما هو قوي بس أصبر. طبعا الشيلة اللي بشيلها أنا إن شاء الله من الحان، من الحان يعني ناس قويين يعني في الإنشاد لهم ساحة لهم هيبة قوية في الإنشاد، فإن شاء الله بإذن الله بعد شهر بالضبط راح ينزل العمل بالضبط من اليوم احسبوا 30 يوم راح ينزل العمل بإذن الله، ما أنزلك إن شاء الله إلا شيء مرتب مع أنه أول شيء لي، فبإذن الله راح يكون شيء قوي.